مهم بالنسبه لنا، وكنا لازم نكسب عشان نبقى اول الدوري ونتصدر. كان ماتش لينا مهم ان ادينا دفع قبل ما نروح نلعب ماتش سان داونز. الحمد لله كسبنا وعملنا خدنا اللي احنا عايزينه من المباراه. طبعا لما بيجي يكون في الدقيقه 90 او بعد الدقيقه 90 تبقى الفرحه مختلفه عن الطبيعي. وبس الحمد لله في الاول وفي الاخر احنا نوصل للي احنا عايزينه من الماتش اللي هو المكسب، سواء جه في اول الماتش او اخر الماتش، المهم نوصل اللي احنا عايزينه في الاخر الحمد لله. بس عندنا ماتش مهم سان داونز، الفرقه خلاص احنا قفلنا مرحله الدوري كلها، خلاص مركزين في الماتش المهم بالنسبه لنا، ده ماتش صعود واحنا النادي الاهلي، وزي ما احنا عارفين ان احنا الفرقه البطل او اللي بتدور على البطوله بتبقى مش فارقه بتلعب بره وبتلعب جوه، بتدور على المكسب. نتمنى تكون اللعيبه كلها جاهزه ومستعده للمباراه ان شاء الله، ويبقى في الحاله البدنيه ان شاء الله كمجموعه كلنا، ونرجع باللي احنا عايزينه برده الماتش هناك ان شاء الله بتبقى بنتيجه ايجابيه. مباراه الزمالك رغم عدم مشاركتك فيها، لكن جمهور النادي الاهلي كان عايز كريم نجد يبقى متواجد، ويمكن كان متاثر بشكل كبير. طبعا انذارات انت ما بيبقاش ليك دخل فيها، لكن ده ما ينعكس عليك ازاي يا كريم لما بتشوف الجمهور شايف ان كريم نجد متالق بشكل كبير، اصرار وروح الفانيله الحمراء وابن النادي الاهلي، ده ما ينعكس عليك ازاي؟ لان ده بيزودك حماس كبير جدا يا كريم. طبعا اي واحد يتمنى ان هو يبقى موجود في ماتش اهلي وزمالك، الماتشات الكبيره دي والماتشات الكبيره اللي بتعمل لعيبه كبيره زي ما احنا عارفين، كل واحد يتمنى يبقى موجود. بس النصيب والظروف الحمد لله، طبعا اللعيبه كلها جت رجاله وادت، واحنا في النادي الاهلي اي حد بيبقى موجود بيادي وبيعمل اللي عليه بيموت نفسه. موضوع الجمهور ان هو كان حابب ان انا موجود، الحاجات دي بتدي دافع اكبر، وان انت تشتغل اكتر وتتعب اكتر عشان تبقى الناس دي يعني تبقى عند حسن ظنهم على طول، وتعمل اللي هم عايزينه منك او هم محتاجينه، وتخلي جمهورنا مبسوط على طول. يعني التلاحم الكبير وجودكم في الاسكندريه وقبل مباراه الزمالك ثم مباراه الاتحاد ومنها مباشره سفر الى جنوب افريقيا، عايزين ننقل للناس الظروف. يعني يمكن الناس احنا ما بنتكلمش على اثار يا كابتن كريم، لكن الظروف هي اللي بتحكم مجهود كبير واجهاد كبير جدا على كل اللعيبه. طبعا هي الفتره صعبه على المجموعه ككل، من جهاز فني اللعيبه الكل، الفتره صعبه جدا، بس احنا واخدين على الصعوبات واخدين على الضغوطات. فاحنا هو ناصر بس بيقول لك ايه؟ ناصر بيضحك، مش عارف بيضحك على ايه، معرفش ماله ده. بتقول ايه يا ناصر؟ ايه؟ عيب كبير. بس فاحنا واخدين على الضغوطات والصعوبات دي، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نخرج نفسنا وما نديش لنفسنا اعذار او مبررات، بنقفل على نفسنا كويس وبنشتغل كويس، وربنا بيوفق طبعا في الاخر. طبعا دي بتبقى ضغوطات كبيره علينا، بس احنا بنحاول زي على قد ما نقدر نعوض كل ده بان احنا نبقى فرقه واحده، بنحب بعض، بنموت نفسنا على بعض، فالحاجات دي بتاثر معانا طبعا في الاخر. لو بننقل الدوافع وبننقل المجهود الكبير اللي بيبذل مع فريق النادي الاهلي ومعاك يا كريم، لو بننقل دوافعك وبننقل اللي انتوا بتتكلموا عليه، لان البطوله الافريقيه والدوري هو هدف لكل اللعيبه والجهاز الفني. طبعا الهدف الكبير لينا طبعا بطوله افريقيا والدوري، طبعا احنا عارفين الاحداث اللي حوالينا والدنيا اللي حوالينا دي، فالدوري بالنسبه لنا حاجه كبيره، والاهم بالنسبه لنا بطوله افريقيا. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نبقى ماشيين في الاتجاهين بصوره كويسه. الحمد لله احنا متصدرين في الدوري، ماشيين في افريقيا بصوره كويسه، عندنا مباراتين مهمين ان شاء الله نبقى كويسين ان شاء الله، ونكسب ونصعد باذن الله. الحاجات دي كلها بتفرق معانا نفسيا ومعنويا كمان، ان احنا نبقى ماشيين في الدوري بصوره كويسه اكتر، وبنعمل ضغط اكتر في افريقيا. الماتشات افريقيا بتدي رسائل لفرق كتير بصوره غير مباشره، بتبقى عامل ضغط اكبر، فاحنا بنتمنى نبقى موفقين في الماتشين الجايين باذن الله لينا في افريقيا ان شاء الله.